جميلة جميلة، صباح الخير باب الحاج. صباح الخير. اسمح لي هدتني عيني شوية. ما فيها بس، راكي مليحة. لا بس عيانة شوية دماغ. لا لا، راكي عيانة بزاف بزاف يا بنتي. لا لا ماشي بزاف بزاف، بركك تعرف شغل تاع الدار و... راكي غلطانة بزاف يا بنتي. على بالك راكي في هاد الدار تخدمي غير وحدك، خدمي هذه عاودي هذه ديري هذه، بزاف عليك يا بنتي بزاف. حافظي على روحك، حافظي على صحيحتك باش تبقى صحيحتك لراجلك ولولادك وليك. عندك الحق باب الحاج، بصح الله غالب هادشي ماهوش بيدي. لا 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 لا، ما تقوليش هكذا يا بنتي. او شبيك ما راكيش وحدك، انا على الشيطان. على بالك يا جميله الصحة هي الصح. ايه بصح باب الحاج، لو كان ما نخدمش انا واحد ما يخدم في الدار. راني قل لك ونعاود لك باللي ما راكيش وحدك. المهم نوضي روحي لبيتك، روحي تريحي. لا لا باب الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مش كاين غير الخير؟ لا لا، خير 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 الخير خير الخير. باين يا الحاجة طار عليك النعاس. والله عندك الحق، طار عليا النعاس. على بالك وقبيل وانا نتقلب في فراش ونتقلب، وشوف رقبتي تحوشتها. لا غالب طار عليا النعاس، عيني ما حبوش يتغمضوا. على بالك يا الحاجة انتي ما حيرتينيش. انا اللي راه محيرني هذا النعاس. شوف سيدي وكيفاش مازال ما فقتيش العمرك. على خاطر يا الحاجة شوف، في كل فراش ترقدي مع التلفزيون راقدة، في وقت السياسة نحوسوا عليك راقدة، العشاء الفطور قهوة تاع الصباح حنا قاعدين راقدة، تنوضي من بيتك بعد الرقاد تمشي راقدة. ماينا ماينا عليك والحارة سوج غمطات حسدني وتحاسبني فيهم. باكا انا راني نحاسب فيك يا ودي يا الحاجة. نقولك الصح الصح، انا اللي غيظتني هذيك المغبونة تاع جميلة، بزاف عليها مسكينة والله. لا بزاف، المخلوقة نهار كامل تخدم ليل والنهار، أخدم من دار هذه كامل رفدتها وحدها. الأقل الرحمة ترحم يا الحاجة. شفتها تغطك؟ إيه والله غير مسكينة تغيد نهار كامل وهي تخدم في الشغل. زيد زيد في الشام كيما هي كيما العرايس وكل. واش بيك الله عليك تغيدك؟ كيفاش كيما هي كيما العرايس؟ الرقاد ما شبعتوش كيما عباد الله. ايه صح. او هذا يعيط منا والاخر يعيط منا الاخرى منا بزاف. راهي بنتنا يا الحاجه. صح صح. او ايه لازم نرحموها مسكينه. صح ما تلاقيتش بها قاعد والله. هي يا الحاجه هي عيانة، أنا بعدها قلتها روحي تريحي حيت الرقدي. خلاص خليها مسكينة خلاص الحاجة. إيه صح عندك الحق عندك الحق. جميلة نعيط لها بالعقل. ها جميلة جميلة يا بنتي. جاي نعم يا وردية، احتجتيني؟ احتجتك بنتي العزيزة. على بالك قبل ما ننتقل في فراشي أقدرنا
ما جانيش النعاس، حبيت نشوف برك شويه برك التلفزيون. قلت بالك كي نشوف التلفزيون بالك هو يجيب لي القاد. عطيني التليكوموند بنتي، عطيني. مالح تفضلي. جميله يا جميله، يسجلك قبل ما تروحي لو كان تسخني لي شويه مويه، مويه هكذا شويه شويه دافيه هذا مكان هذاك، هو ما نحبش الماء بارد والله، هكذا باش نوض نتوضا. ما عليه ما ورديه كيما تحبي. والله ما تخافي يا ربي، والله ما تخافي يا ربي، هذه بعد ما قلت لك راهي عيانه مسكينه راح تريح على روحها، تطبعي لي تيلي كوموند ليه وتعيطي لها اعطيني تيلي كوموند باش نشوف هذيك واش مسكاره، زوج قطيرات تاع ماء تروح تسخنوا لي زعما لاله باش تتوضا تعطي حق ربي، ما تعرفيش تسخني هذاك الماء وحدك، حرام عليك حرام عليك، خافي الله. منتا تعيط باش تسمعك خير، اسمع اسمع انا نقول لك صح صح، انا زوجت ولي ماشي باش نقدش عليها، هي باش تقدش عليا وتقلشني وتفششني. ايه انا زوجت وليدي باش نجيب عروسه تلتهابيه وبداري وبراجلي وبوليدي وبوليداتها. لا لا نرد انا نقدش عليها شابه هذيك. يما ورديه الما تاعك راه واجد. ايه صح بنتي يا عمري الساديه تاع جميله السناي. عبرك تو تفكرت عبرك مريم دوك تروح تخرج، ما لا حبيتك لو كنت تحكي ديك الكوبا تاعها وش نقول لك مكرصه قعيتك، تضربي لها غير تحديده هكا شويه برك هذا والكل على بالك نحبوا يكون واقف. صح بنتي روحي عندي ما تحددش، حرام عليك. وشوفي في هالدار اللي حبي يحدد حوايجو يحددهم العمره، وكاينه مريم ما راهمش يديها مقطعي تحدد حوايجها، الروحه راهي مراه راهي عروسه، واذا غضبتك مريم هادي نوضي انتي حدي لها حوايجها. خلاص 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 باب الحاج ما تقلقش روحك، انا نحددها ما تاخذش وقت كبير. اسمحوا لي صار هكذا وتلفت صوتك علي وقدامها يعطيك الصحة مليح، زيد في الشجعه زيد. اسمع اسمع انا جبتها هادي راك تسمع فيا وزوجتها لوليدي باش تفششني وتقلشني، ايه باش تخدم عليا، راك تسمع فيا ولا لا؟ لا خاف يا ربي خاف يا ربي يا الحاجه خاف يا ربي، هذه راهي كي بنتك جات باش تولي بنتك يا وليدك. انا نخرج انا نخرج وما تحوسوش عليا وما نجيش حتى العشيه، نفطر في الزنقه ونقعد في الزنقه اقعدي فيها وحدك. الله يشبع وقيل انا نوض نقدش عاد تحدد وجهك وجهك الماء وزيد الدق زيد عاود نقيط طلع نوريك هنوريك ونتكسل. كل برا جميله جميلة جميلة. صحتكم. الله يسلمك. يعطيك الصحة بنتي. واش كسمو باش تولي العيد؟ العيد سقسي مرتك شوفها كاش ما وجدت. هي تقول لك درت شويه حلوه وسنيوه صغيره تاع البقلاوه.
جميله ما تنساش ديري لي مقروط نموت عليه. هلا بالي بلي تحبه. يا يما تعيشي انا تاني ما تنسينيش ديري لي ماك جارك مسكر تعرفيني بلي نحبه. هلا بالي مليومه ان شاء الله هلا قدرت بنتي. لا لا جيدوا لا كوموند ديروا لا كوموند على كروشكم تدخلوا عرشكم يا حي يا حي. ايه اللي حق فقرت وقتاش تبداي تغسلي هادو الحيوط وديك الخيامه واش نقول لك راهي مسبكه وقتاش بداي؟ انا كنت نستنى تقولي وقتاش نبداو نغسلوا الحيوط ولا جميله راهي وحدها في هاد الدار. معلوم هي اللي تنوض تغسل الحيوط تغسلهم. احمد ربي ما قلت لهاش ديروا حاجه واحده اخرى ولا عندنا نحاس ولا الحيوط هذا واش قلت؟ والله اسمع على بالك مريم راهي تقرا اما انا يا حد شيشه ضهري وجع فيا انا كبرت. بابا انا الزوج باش يما ترتاح ولا يما تغسل الحيوط هذاك واش بقى؟ انا زيد اشعل النار زيد حميها زيد. سيدي علي شحال توحشت هذوك الخرجات نتا وعنا تاع الزمان. ماذا بيا لو كان مره في السمانه تخرجني نحوس ونشم هواء نقي. يا عمري تخرجي تشمي شو قهوة نقي ولو شاك تشمي جهلة بلقى كي تدفتي بالقرع. لا بصح كيما يقولوا حجة وفرجة هذاك هو نقضوا حوايج معنا للدار ولا لا سيدي علي؟ ايه بالعقل بديتي خلاص تسرحتي بديتي اسمعي احنا ما عندناش العرايس اللي احنا داخلين وخارجين لك تفهمي ماركي الله تخرج تقضي شبه هذي شوفي يا لالا مش كاين كول على روحك وشرب لاتاي على خاطر انا كي تبدا انت يا هكذا نوض نروح تبع لي سيدي علي امشي هيا اسبق روح هيا يلا هلي عيشة وبندو يلا تبعني ريحي بدي ريحي تسحقك انا عندي شوفي بعدك تشوفي باباك والحجة جايين يقعدوا حكم التليفون وعيطي لي خليه يصوني 3 مرات وقطعي صح على جدو ديري واش قلت لك وخلاص يلا روحي بدي روحي ايه ما يكون غير خاطرك. هاو جا وقت الدرس. زيراتك ها زيراتك في صممو يا وليدي ماك ها شنو هضرك تهضر فيها في صممو يا وليدي ماك على انا وليدي واش يخصو يا عمري خموس على وليدي انا وليدي راجل ونص ما عنده ما يخصو راجل ونص وسيد الرجال سيد الرجال يا لالا يتهلا في بنت الرجال اللي خذها بكلمة الله في حضور الرجال وكما يحب الله وسيدي رسول الله الصلاة والسلام. بابا ياك انت تحفظ القرآن وربي قال الرجال قوامون على النساء مانيش غلط ياك؟ وراك قلتها يا وليدي الرجال قوامون على النساء ماشي الذكور قوامون على خاطر الرجل عمر ولا يحقر للمرأة ها؟ ولا انت واش تفهم من القرآن غير اللي يساعدك؟ ألو السلام عليكم أنا عمي شكون معايا؟ زهراء يا عمري بنتي العزيزة وش بيك سارة غير الخير على بالك ما عرفتك من صوتك وش بيك راكي مبحاحة راكي مخنوقة غير الخير الحاج جيبو سالي نهضر معاها وش كاين غير الخير وشنو هاني فهمت يا بنتي لا يا بنتي هذو والديه انا عميه هذو والديه ولازم تخدميهم يا بنتي ملزوم عليك تخدميهم فهمتي شاباتي والدي وقيلها عطيت لهم انايا والله فرضوا مين استخدمه هذه شابه هذه شوف الحاج عطيني نهضر معها جيب
حبيت تخرجني على حبال عقلي هنا. نعم مش قلتي؟ أنا نسمع نسمع. لا لا يا بنتي لا 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 لازم انت اللي تخدمي في هذا الدار وانت اللي تقومي بيها. وش بيك هذا؟ وهذا هو الواقع. هذا هو الواقع. انا مديت لهم بنتي باش تقوم لهم بالدار وتخدم الشغل وكل شيء. يما على زهر بنتي السود. يا يما على زهر بنتي الحاجة عطيني نهضر معاها. والله غير نروح نشوف هذاك لي بوبوطام تاع راجلها. وشنو؟ لا 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 يا بنتي لا 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 هذا البكاء والنواع كامل على جال الخرجات. بنتي على برك يا بنتي احنا خاطينا الخرجات والدخلات وش بيه؟ لا لا حبس حبس. لا لا انا بنتي زوجتها باش يخرجها ويفششها ويقلشها. ايه ما يديرها ليش انا في بيت ما بين ربع حيوط. ايه لا لا يديرها في حبس وهذا مكان وحنا تهنينا ناضي ما كاش منها الحاجة. عطري بداري قينجة عطري نهضر مع بنتي. هذاك راجل حقار ماشي راجل. الو 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 مشكل. الو الحاج. بين بين باللي طحت لها البطرية الحجة. ايه ما البطرية وذوك واش ديروا يا لالا؟ دوك نروح نشوفو. لا 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 ما تروحش على بالي دوك هي تمتم تعاود دير هذاك البورطاب تاعها تشارجي غير تواسي نعاودو حنا نعاودو لها تما تشوف. اسمع انت ما تروح وانت يا ما تعيطي وتاك قاعده هكذا ما تروحش ما تلكش قلبك يا ودي. ماشي زهرة اللي كانت في التليفون. شكون؟ انا ومريم درنا لكم كاميرا مخفيه. فهمتوك؟ شتوها ريحك نشفى. كي كانت على بنت الناس وعلى جميلة جبناها باش تخدم علينا جبناها باش تفششنا وتقلشنا. احنا مشيت على الخرجات يا عجبة البورت واسمو هذا تيليكوموند. هذه تيليكوموند في حجرها نمرة عيانة وتعيط لها وتقول لها أعطيني التيليكوموند يا بنتي تسخنك الماء في بيتك باش تتوضي زعمة وتعطي حق ربي. وكي ولت في الزهرة الزهرة لازم تتقلش. الزهرة ما هيش خديمة تاع باباه ويماه. الزهرة لازم تنحي على خاطرها وتخرج. يا سيدي يا ربي يا غير ربي لي يقدر لكم. وانت يا سيد علي حكاية لازم تفهم المعنى تاع الرجال قوامون على النساء ماشي الذكور قوامون. فهمت؟ بالعقل برك بابا. واش تحب نقول لك؟ انا ما نخبيش عليك انا راني ريقي شف. واش كنت تدير واش قلت قاعدك عندك الحق. الله يجعل تسمح لي برك جميله دمك لخاطر احنا نخافوا ربي الحاج. تعرفوا كيفاش تخافوا ربي انتوما نهار تعاملوا بنات الناس كيما انتوما تحبوا الناس يعاملوا بناتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشكلة القديمة الجديدة المتجددة في أسرنا هو المشكل بين العجوزة وكنتها العجوزة وعروستها أو بنت الناس لما تجي في بيت الرجل في عائلة الكبيرة. القاعدة في هذا الشيء كما شفنا الآن من خلال ما تتبعتموه لو كان حاجبك الراعيوها تروح هذه المشاكل كلها. لو أن كل ناس جابوا بنت ناس عندهم عاملوها كما يحبوا بنتهم في دار الناس تتعامل تروح كاع المشاكل. لاحظتوا لما كانت بنت الناس بنت مرت وليدهم لازم تخدم وما تقرات وهذه هي والعرايس لما ولدت في بنتها لا لا بنتي ما هيش خدامة عندهم وبنتي لازم كذا وبنتي لازم كذا. هكذا ما تمشيش الأمور. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
وأن تحب له الأم لابنتها ما تحبه لكنتها، أو تحب لكنتها ما تحبه لابنتها. لو أننا عملنا فقط هذا الميزان، أن البنت لما تكون في بيت عند زوجها، عنده أمه وعنده أبيه، وعاملوها كما تماما كما يحبوا بنتهم تتعامل، أنها تروح عروسة في ديار الناس تزول كل المشاكل اللي وين الحكايات دائما متجددة بين زوجة الابن أم الرجل. وشفنا يعني كيفاه تولي حتى وين الأب الابن يولي مخير بين زوجته وأمه وكذا، ويدخل في متاهات قد تنتهي لا قدر الله بزوال وذهاب البيت. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.